بيبيات، السلام عليكم. صافا بخير، هانيه اموركم مزيان؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. يا ربي كيما شفتوا في العنوان وكيما شفتوا حتى في المينياتور، اليوم غادي نمشيو لواحد البلاصه اللي زوينه بزاف 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 هتحمقكم. فريمون واحد البلاصه اللي فنه 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 في طنجه. هاد البلاصه اللي غنمشيو ليها كيقولوا ليها سبارتيل، واحد البلاصه اللي فنه فيها واحد الجريده فنه. خلاص راه كلشي غتشوفوه معايا في هاد لا فيديو ان شاء الله باذن الله. المهم اول حاجه هنا فقت فطرت وكل شيء صافي، جيت ليا لهنايا باش نلبس حويجاتي. بعدا طرفت الحويجات ديال ولدي امجد اللي غنلبس ليه، لبسنا انا وياه ماتشي ماتشي الاحمر صافي. وطرفت ليا حتى انا حويجاتي اللي غادي نلبس، طرفت ليا هاد الكتيوه هادي رفيتي دوريتها لكم فيديو ديال المشتريات. درت معاها هاد السريويل هذا حيت هي كتجي قميجه وفي نفس الوقت قميجه وكسوة، يعني كتجي شويه قصيره. لبست معها هاد السروال هذا في البيض، درت معها شال في الاحمر، داك الشال ماشي شال هذاك زيف، درت معها الصنيديله هادي في الاحمر وداك السويك حتى هو راك تشتهم في المشتريات. والنظيرات ديالي لي زاكسيسوار خلاص ديالي طوانق و خويتمات لي غادي ندير والعقيق ديال العنق. المهم هي اللبسه كيف جات فنه 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 فنه، انا عجبتني. المهم راه حطيت لكم بها واحد التصويرات في انستغرام، دخلوا راه غادي تلقاو تلقاو التصويرات. بالنسبه للبنات جداد، هادو راه الاغلبيه البنات جداد اللي كيكونوا كيكتبوا لي هاد لي ميساج كيكونوا شايفين تصحابوني انا واش دايره الزيف. انا يا البنات راه ماشي محجبه، انا لا اعتبر محجبه، انا هذاك غير ستيل ديالي ديال 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 اللباس ديالي، وانما ما دايرهش الحجاب. راه الا مشيت ندير الحجاب راه غنديروه البنات بقواعدو، راه ممكن كاع ما نبقاش كاع نطلع لكم ولا تشوفوني، واش فهمتوني؟ يعني غير ما بقاش تهضروا بزاف شي حوايج ما شايفين ما عارفينهمش. وانا كندوي على مع الناس الجداد الاغلبيه، حيت البنات اللي كاتبين ليا دوك لي كومونتير ديال الزيف حيتي الزيف كذا كذا كذا، راه يقدر ما كانوش متبعيني قبل. انا راه قبل اصلا عنقي كنت نعريه، يعني حاجه طبيعيه. يعني نهار ان شاء الله باذن الله هدينا سيد ربي دعوا معايا بالهدايه يا ربي، غادي ندير الحجاب ديالي بقوا. صافي كان واحد توضيح لي بسيط بسيط بسيط، ما نعطيش الموضوع اكثر من الحجم ديالو. صافي المهم جينا لهاد البلايصه هادي. المهم هاد الجامع هذا اللي كتشوفوها البنات هو اللي قلت لكم هو اللي مرسوم، هو اللي كاين في 200 درهم. هزوا 200 درهم وشوفوا راه هذاك هو الجامع اللي كاين في 200 درهم. مهم صافي اختي جينا هنايا، قلت لك كندور هاد البليصه فنه 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 فنه، فيها بليصات غزالين واحد الطبيعه واحد. مهم شوفوا انتم معايا في لا فيديو راه غادي تشوفوا كلشي بعويناتكم. نخليكم مع شويه ديال الموسيقى ونخليكم تمنظروا معايا تانتوما.
صافي البنات من بعد ما تغدينا وكل شيء جينا هنايا قطعنا تغدينا وستنيت هاد البلاصه هادي كان واحد البلاصه تمايا واحد المطعم تمايا تغدينا تمايا صافي وجينا نقطعوا التيكي باش ندخلوا لهاد البلاصه هادي مهم قطعنا 25 درهم الواحد باش كتدخلوا لهاد البلاصه هادي واحد البلاصه فن 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 المناظر طبيعيه اللي فنين واحد الجريده اللي فنه مهم شبعت تصاور باقي ان شاء الله كما قلت لكم رمضان حط لكم في الانستغرام مهم تدخلوا عندي اختي صافي هذا مكان مهم تاني نخليكم مع شويه ديال الموسيقى باش انتم تستمتعوا معايا